بسم الله الرحمن الرحيم. بغيت تقول الإخوان اللي عقبوا عليا وخصوصا اللي من المعارضة، لأنه ملي كنسمع بعض الكلام اللي فيه مؤاخذات معقولة، والله العظيم كنقول في نفسي هذا كلام معقول، مقترحات كنقول هذا كلام معقول، لكن شي مرات سمحوا لي نجي نشوف شي مقترحات اللي تنقدر اللي تنشوف بلي نقدرون تنقول هاد الناس راهو ما كيعاونونا. لانه خاصكم تفهموا بلي الحكومه ملي المعارضه كتطلب شي حاجه لصالح الشعب راها كتساعد الحكومه باش تاخذ القرار، لانه ما كاينش غير الحكومه والمعارضه، كاين اطراف اخرى. راه المغرب هذا، فحنايا انا ملي تلاقيت الاخوان مع النقابات اول مره قلت لهم ما تحتاجوش تعذبوا ريوسكم ملي تكون شي حاجه معقوله. بالمناسبه راه الاجواء غير ما تقولون بيني وبين النقابات، خصوصا النقابات المستقله. النقابات المستقله راه حنا يعني كان بيناتنا واحد الجو ودي جدا، طبعا ماشي دائما كنتفاهموا، لأن النقابات نقابات والحكومة حكومة. النقابات كيبغيو الزيادات، كيبغيو تبغي دير شي إصلاح ما تمسش الشغيلين، تيبغيو وأنت عندك إكراهات أخرى، وهذا راه معروف دائما بين أي واحد كيصرف وأي واحد كيستهلك. اللي كيستهلك تيطلب دائما أكثر، واللي كيصرف كيشوف كيفاش يدير دائما أقل باش كيجيو في الصواب في الحاجة اللي فيها المصلحة ديال البلاد. ملي كنسمع باللي يعني تعويض عن الشغل مجرد أكذوبة، تنقول ماشي معقول، لا بدا يكون شي منطق باش نحلوا بحال هذا الكلام. حنا كحكومه عطينا 250 مليون ديال الدرهم هذا العام، سددناها، والملفات تتدرس والبعض منها تتأدى، ويتقال كتكذبوا الحكومه ديالكم عند الشعب ديالكم. هذا مشكل، معناه انه كلنا كنلعبوا، ماشي معقول هذا الشيء هذا. فاللي غيقول شي حاجه هنايا معقوله على الراس والعين، اللي غادي يجي يبدا يكذب ويكذب وحشومه. كاين حدود ديال الحياء يبقى الانسان فيها. هاد الاصلاح 10 ديال السنوات هو كيتسنى، وجات هاد الحكومه وقررته، وبين القرار والتفعيل خدا الوقت طبيعي اللي كيخصو ياخذ. واليوم صرفنا 250 مليون ديال الدرهم، يعني 25 مليار ديال السنتيم، وغنكملوا السنه المقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم 50 مليار ديال السنتيم باش يكون التعويض على الشغل. بدا ما كاينش الكذوب، المؤمن يسرق والمؤمن يزني، يعني قد، ولكن المؤمن لا يكذب. والحكومه ديالنا الا بدات كتكذب خاصها تمشي في حالتها. انا دابا الاخوان ملي كنتكلموا على جودة ديال الله، إذا جاد الله جاد عمر، كنتسائل واش كاين شي إخوان هنا كيعتقدوا باللي الميزانية ديال المغرب راه موجودة في الجيب ديال عبد الإله بن كيران، وباللي ملي نقص البترول راه ذاك الأموال بدات كتراكم، وغادي نضرب التليفون للنقابات ونصيفط لهم الفلوس يوزوها على العمال. سي طاهر، راه حنا حررنا ليزيدرو كاربور، راه ملي نقص البترول ما بقاش داخل الدوله الان فيه، تا علاقه ما بقات بيناتنا، فضينا. الى نقص كينقص على المواطن، والى تزاد كيتزاد على المواطن، وهو شي مره كينقص شي مره كيتزاد بطريقه ديال الحساب موجوده حتى هي، عاوتاني كذبوا فيها. اللي تسيروا الى لقيتي وداك الشيء اللي تيدار بطريقه محترم القانون هو هذاك، ما محترمش القانون مره اخرى نعاود نصيفطوا هذه الحكومه في حالتها، حنا ما لناش قزر. هذا غير معقول. واما الزرع يا ستار، انت فلاح، واش حتى يلاه طاحت الناس يلاه حسدوا، سحبك الفلوس وصلوا خصنا نعاود نفرقهم عليكم. واه راه الا وصلوا راه ديالكم انتم، عندكم غيجيو ماشي عندي انا. هذه قضيه، انت زعما فلاح وكنتي كتمتعنا بداك في الفلاحه كتهضر مزيان، ما عندي ما نقول، فهمتي. اما القضيه ديال
القضية ديال 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 التقاعد، سمحوا لي القضية ديال التقاعد الإخوان، كنت كنتمنى كون هذه اللحظة ديال التقاعد نديروها لحظة ديال الوحدة الوطنية كلنا جميع، خلافا لما يتصوروا خصوم هذا البلد، نوقفوا جميع ونديروا يد في يد كاملين ونصلحوا التقاعد. ونقول لكم كل شيء متفق معايا على إصلاح التقاعد، وكل شيء عارف اللي ما كان حتى إصلاح إلا الإصلاح اللي قلت أنا، وهذاك الإصلاح اللي قلت أنا ما جبتوش من رأسي أنا، من اللي كنت جاي من اللي جيت كرئيس ديال الحكومة ما كانش عندي تصور واضح إطلاقا. هذاك هو المقترح الوحيد اللي كاين، وهذا الشيء هذا ذكروا عليه النقابات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووصلوا لنفس النتائج، وجاءوا المجلس على الحسابات وتقول نفس النتائج، وكدنا أن نقوم به. نهار ثلاثة ولا أربعة دو جنبير ثلاثة قلت للنقابات شوفوا ما تحملوش أكثر مما تطيقون، خلوني أنا غنتحمل هاد التقاعد باللي جاب الله، لأنه ماشي هاد التقاعد لصالح الدولة، هاد التقاعد لصالح الموظفين، باش غدا وبعد غدا ما يبقاوش بدون يعني مداخيل. خلوني أنا نتحملو وهو ما بغاوش، ما بغاونيش نتحملو بوحدي، وطلبوا مني أسبوع، قدر الله في ذاك الأسبوع ما تستعرض الله به. هذا هو السبب علاش تأخر التقاعد. اتفقنا الثلاث الآخر نتلاقاو ولا الأربع ما تستعرض الله به، أنا الحد ارتبكت القضية الله يوري برحمة الله، لا يعطي الله واحد. فأنا سنقول لكم اليوم رحنا غير معطلين، كنعطلوا واحد الحاجة اللي من الضروري تكون طال الزمان أم قصر، وستكون إن شاء الله الرحمن الرحيم في أدنى الآجال لصالح الموظفين. ثم بعد ذلك راه هذا الإصلاح غير الجزء الأول غير ديال السيمير ديال الموظفين، أما راه باقي خاص واحد الإصلاح كيشمل هذا وكيشمل ديال لاسينيسيس وكيشمل ديال الإرسائر بربعة بثلاثة كيخصهم يتصلحوا في 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 الأفق المنظور. فإذا هذا إلى زعما هدى الله الإخوان ديال المعارضة والنقابة باش نديروا يد وحدة، راه حنا ما عندناش مشكل. المسألة الأخيرة اللي بغي نقول لكم الإخوان، خص تكون الأمور واضحة. الموظفين احنا قلنا لكم معدل الأجور 7500 درهم، غتقولوا لي ما كافياش السعر، أنا متفق معكم ما كرهتش هذاك الشيء. علاش الدور ديالنا هنايا هو نساعدوا النمو ديال بلادنا، كيفاش تنمو بلادنا، وهي الحمد لله اليوم تنمو، وتتعترفوا راكم في الكلام ديالكم تتعترفوا بأنها تنمو، وكتقولوا الراس ديال المغرب مرفوع، باش مرفوع بوالو حتى حاجة، لا مرفوع بالعمل الجاد اللي كيقوم به الجميع والحكومة من بينهم بطريقة مشرفة، والعالم كله يعترف بذلك. من الصبل كان جيتيو معايا ملي كنخرج للخارج وراكم تتشوفوا داك الشيء في التلفزيون كيفاش كيتكلموا الناس على المغرب. النمو هو الأساس، ولكن واخا الموظفين 7500 درهم كتعرفوا بان اخواننا التوانسه اليوم واش كيقولوا؟ تيقولوا للدوله ديالهم حنا بغينا ديروا لينا لا لينيمو مع المغاربه، بغينا نربحوا بحالنا بحال المغاربه، اما الدول الاخرى ما نهضروش عليها، بما في ذلك اللي عندها النفط. اخواننا في الجزائر كيظهر باقي ما وصلوش عندنا لنفس الاجور اللي عندنا في القطاع العام، رغم ان عندهم النفط. سولوا الناس اللي في الشرق ديال المغرب اللي في وجده راه كيعرفوا التفاصيل، ولكن كاينه واحد القضيه، عندنا فئات وعندنا شرائح ما كتعرفش شنو هي النقابه، ما عندهاش النقابه، ما كتعرفش شنو هو الاضراب عن الطعام، ما كتعرفش شنو هو الاحتجاج، ما كتعرفش شنو هو المسيرات، جالسه في البيوت ديالها، جالسه في البوادي مقهوره، الله اللي غالب. هذه خصنا كلنا نتعاونوا نطلعوها واحد شي شويش، خصنا نطلعوها واحد شي شويه حفاظا على عليها لوجه الله اولا، لان هذيك حق ماشي فقط من اجل الاستقرار، وكذلك من اجل الاستقرار، ولانه انما ترحمون بضعفائكم اذا رحمناهم واذا قمنا بواجبنا في حقهم الله سبحانه وتعالى سيرحمنا. وانا قلت وما زلت وساظل اؤكد على توفيق الله سبحانه وتعالى، بقاو المقاولات. قالوا لك شي اخوان المقاولات خنقتيهم مستعدين، اودي الله يهديكم، واش كاين شي واحد شكاو للمقاولات؟ الله يهديكم، المقاولات
المقاولات باللي جينا خلصنا لهم ملايير ديال الدراهم في البنايات اللي دارتها الحكومات الاخرى وما اتخذتش فيها الاحتياطات ديال التعليم، خلصنا لهم وحلينا المشكل ديال الماء والكهرباء اللي كان كيتسالوا فيه 2 مليار ديال الدرهم المقاولات، وحلينا المشكل ديال لا تي في اللي كان فيه في الاول 2 مليار ديال الدرهم وزدناه 7 المليار ديال الدرهم اللي ما كانوش كيحلموا يسترجعوها ديال البطوار. ولهذا المقاولات كيشتغلوا، عند البعض فيهم مشاكل بطبيعه الحال، ماشي هذه الحكومه هي المسؤوله على المشاكل اللي عند المقاولات. المقاولات داخله في معركه ديال التنافسيه، خصنا نساندوا المقاولات ديالنا الجاده، هذا واجب ديالنا، لانه اذا المقاوله نجحت لابد ان الشغل سيتحرك، لابد وانه المواطنين سوف يجدون الشغل لانه غيوقع عليهم الطلب. وما تقولوا ليش حاملي الشهادات فقط، لماذا حاملي الشهادات؟ علاش المغاربه اللي ماشي حاملي الشهادات ماشي مغاربه؟ ماشي خوتنا هذوك؟ ماشي ولادنا؟ هذاك اللي حامل الشهاده، هذاك راه قرا وخذا واحد النصيب من الحق ديالو. انا نقول لي فكر في كل شيء السبيل، فكر في حاملي الشهادات، وفكر في اللي عندهم الشهادات متوسطه، وفكر في اللي ما عندهمش الشهادات، وقول مع راسك باللي هذوك اللي ما عندهمش الشهادات اولى، لانهم ما عندهمش اول قبل كل شيء كيقنعوا بالقليل، وثانيا ما عندهمش الامكانيات. اما اللي حامل الشهاده يقدر يلعاوننا واحد شويه وانطلق هو يخدم لنا الاخرين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا سيد رئيس حكومه.